السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديال نزهة. اليوم غادي نصيبو الكسكس ديال تفايا، يعني كسكس مغربي كنديروه بالبصله والزبيب والحمص، تيجي غزال وكتصيب دغيا. واليوم غادي ندير واحد الطريقه بالنسبه للعيالات او السيدات اللي مشغولات او البنات اللي ما عندهمش الوقت، فغادي ندير لكم واحد الطريقه دغيا تحصلوا بها على الكسكس يعني في ظرف وجيز توجدوه. اوكي يلا على بركه الله غادي نبدا معاكم. فاولا بصاري، اولا غندير زيت المائده جوج معالق كبار. اوكي غادي ناخذ الدجاج، هذا تيدار بالدجاج او حتى اللحم ديال الخروف كيجي فيه غزال وسي، فانا اليوم اكتفيت بالدجاج. فمقياس الدجاج اللي غادي يقضني انا وعائلتي هو هذا. اوكي نعملو الدجاج في الطنجره ديالنا، ديروا واحد شويه البصله مشلطه غنحتاجوها من بعد، ولكن هذه في الاول. وغادي نعمل واحد المعلقه ديال الزبده، يا تقدروا تعوضوا الزبده بالسمن بالنسبه اللي تيبغيو السمن. اوكي غادي ندير الابزار، كركم، سمحوا لي ما كنتش كنصور، دابا عاد صورت. هانتوما داكشي اللي درت، الدجاج والبصله ومعلقه الزبده والابزار، وغادي نكمل معاكم. سمحوا لي الكاميرا ما كانتش باينه مع فوالا. سو غادي نزيد، دابا درت الابزار غندير الكركم، جهد معلقه صغيره، ندير الملح، نخليه يتقلى شويه، على ما الان نوريكم الطريقه ديال الكسكس كيفاش كنعمل ليه. فهنا عندي هاد النوع ديال الكسكس، يعني هول فود كسكس، يعني كسكسو ديال القمح، فعليكم الاختيار ديروا ديال القمح او ديروا حتى العادي. فهنا عندي نصف كيلو، عندي نصف كيلو، شنو غادي ندير؟ غادي ندير معلقة ديال الزبدة أو السمن، السمن البلدي، وغادي ندير معلقة ديال زيت المائدة، فوالا، شوية الملح، شوية الملح، إلا كنتو درتو زيت السمن البلدية راه مالح مديروش بزاف، فوالا. وغادي ناخذ الماء طايب يعني غليان ونكبو على الكسكسو ديالنا، غطيوه بالماء غليان، فوالا. ودابا غادي نحرك ونخليه فوالا، ونغطيه ونخليه على جانب. والان غادي نمشي للدجاج اللي نصبت، نحركوه شويه ندخل فيه الاقامه،
فبعد ما يتقلى الدجاج ديالنا غادي نزيد عليه البصله اللي قطعت وجدت من قبل، البصله مشلضه فما يمكنش ما يحتاج نتسناو، غير نديرو البصله ديالنا نغطيو بها الدجاج البصله المشلضه. اوكي يا هادي، ونزيدو الحمص الفزك، انا عندي هذا مفزك وكاين في الكونجيلاتور مخليه، فمقياس بول والبصله درت 4 البصلات كبار. فهنا غادي نزيد الحمص واخا الفوق غادي يطيب. وغادي نزيد الزبيب دابا واخا يقدر نزيدو دابا باش غادي يطلق داك الحلاوه، وديك الحلاوه تدخل في الدجاج وفي مع البصله باش نحصلو على واحد الذوق زوين. غادي نزيد في الاخر القرفه من الفوق هي القرفه هنا، ثم غادي نمرق. فهنا عندي ماء قليل فمرق شويه ونغطيه ونزيد نغلي الماء ونزيد ماء غالي. اوكي سيو، رائحة غزالة، ونغطي عليه ونخليه. وهنا عندنا الكسكس ديالنا، شفتو بحال توفر التفويره الاولى، غادي نخليه نرجع ليه بعد دقائق بعد ما نزيد الروا في الطنجرة ديالنا ديال التفاية. فهنا غنغلي ما اكثر ونزيدو في دابا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه اللي ما عندوش مشكل ديال السكر، يقدر يزيد معلقه ديال السكر، يا اما السكر الابيض او سكر البني، هو تيجي زوين حيت النسمه ديالو تجي زوينه مع القرفه، او فقط العسل ملي يطيب عاد باش تهبطوا العسل عليه من الفوق، من الاحسن يكون عسل اورغانيك، انا عندي هنا اورغانيك. الان غادي نتسنى على الماء يغلى باش نزيدوه في التفايه، ولكن هنا غادي نوريكم كيفاش الكسكس كيفاش الكسكس ديالنا جغزال وبحال مفور الفوره الاولى. ها نتسنى كما كتشوفوا، شفتوا اش كيبان؟ فوالا دونك شفتوا غزال، تيجي ما ملصق ما معجن ما حتى شي حاجه. دابا غنخليه مازال نغطيه ونخليه مازال يشرب، ما يجي فين يطيب الدجاج بالبصله حتى يشرب ويولي معتبر. انا غنوريكم ملي غادي نبغي نفورو غتشوفوه كيفاش غادي يجي. فنحطو هذا الكسكس على جانب ونخلوه ونتسناو على ما طيب التفايه ديالنا. غادي نزيد عليها الروا كما قلت لكم، ها انتما كما كتشوفوا ها، نزيد عليها الروا اللي قلت لكم مازال كان خاص شويه
تقريبا جوج كيسان عامرين طايبين. علاش مغلي؟ حيت عندنا نحمص خصو الماء غليان، خصو يكون ضروري غليان. ها انتما شفتيو، نديرو هكذا شويه باش الحمص يهبط والزبيب يهبط باش الحلاوه والبنه ديال الزبيب تدخل في الدجاج وتدخل في بعض تناسق مع بعضياتها هاد المسائل اللي حطيت. اوكي يلا على بركه الله، دابا ان شاء الله غادي نرجع لكم ملي يطيب ونبغي نسقي. داكور يلا